السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم بغيت نصور معكم التقبيه ديال الخضره. نقول لكم الاثمنه. المهم هنايا عندي التفاح، كاين نص كيلو ديال التفاح ونص كيلو ديال الخوخ. التفاح 120 الكيلو والخوخ 160 الكيلو. وهنايا عندي العنب، جوج انواع ديال العنب، كاين البلدي وكاين هذا واحد 120 يمكن، وواحد 160. ونص كيلو جبت كيلو ونص كيلو ديال البنان يمكن 10 دراهم الكيلو. وهنايا البطيخ 160 يمكن 50 ريال الكيلو. ها هنايا الفلفله فلافل الالوان بشحال، حيت هنا راه ندير الورقه باش نعقل. دايره الورقه الفلفله ب 80 ريال الكيلو، 80 ريال. هنايا فيها كيلو ديال الفلفله. هنا البصله غير كيلو ب 80 ريال، 50 ريال 50 الكيلو. جابت غير كيلو حيت باقا كثيره. وكاين هنايا السفرجل، جابت غير يمكن نص كيلو، نص كيلو ب 50. واللفت نص كيلو ب 40 ريال، يعني 80 الكيلو. وبطاطا حلوه، بطاطا حلوه شحال صراني ما كنعقلش على الاثمنه، درت سميتو ب 120 الكيلو، يعني نص كيلو ب 60 ريال. وهنايا الباربا والخيار، الخيار والباربا ب 50 يمكن 50 ريال الكيلو. مطيشه 50 ريال الكيلو. وهنايا الزيتون، الزيتون ربعه ب 3 دراهم ونص، وهذا المشرمي 3 دراهم ونص هو رابعة. الملوخية الرابعة ب 10 دراهم 20 درهم الكيلو، 20 درهم الكيلو. هنا واحد جوج خبزات ديال مزجونين بالخميرة البلدية والشوفان، ما عرفت شحال باش شريتهم، الوالدة دايرة ريجيم ديال الفران والله ما عرفت شحال. هنايا الفلفلة حارة ب 80 ريال كيلو، ب 80 160 الكيلو. خيزو، شوفوا خيزو زوين زوين ب 50 ريال الكيلو. الخص جات نص كيلو بشحال، نجي نقول لكم شحال الخص. الخص 60 ريال، 60 الكيلو 3 دراهم. الدنجال ديال البنات، كاين هنا الدنجال، كاين هذا الكبير، كان القلا واش جات صغير. المهم الدنجال ب 50 يمكن 50 الكيلو. الدنجال بشحال ب 50، الدنجال ب 50 ريال الكيلو. وهنايا القرفس بدرهم واحد، هاد القرفس والمعدنوس، المعدنوس والقرفس اللي جات بدرهم للربطة. وهنايا كانت خبيزة، ماشي خبيزة، ترجلة ماشي خبيزة، حتى هي يمكن ربطة بدرهم. والنعناع حتى هو ربطة بدرهم. وهادي يمكن الرابعة بجوج دراهم، القرعة ديك الرطيلية ماشي الحمراء. وهذا حامض، حامض ب يمكن 60 ريال، نص كيلو ب 60، يعني 120 الكيلو، 6 دراهم، 3 دراهم نص كيلو. الباربا 50 الكيلو. صافي هادشي اللي كاين، نتمنى يعجبكم الأثمنة. هذا هو السوق ديال اليوم، نرى عندنا السوق الأسبوعي. مشات للسوق ديال الحد، يعني في الصباح كيكون، في الصباح بعيد علينا شوية، وفي العشية كيجيبوه هنا حدانا، ولكن العشية تيكون شوية ما تيبقى فيه، ما يتهز، ما كيبقى فيه ما تشري. صافي بطاطا ما جبتهاش كاينه، البصله كاينه، جبت غير كيلو. صافي هادشي اللي كاين. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه واللايكات البنات، الله يجازيكم بخير. لايكات عاونوني باش نكبر هاد القناه، راه صافي عام ونص ومازال ما كملت حتى الشرط الثاني. يلا خليتكم على خير، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.